الليديز دي هربت من هنا من منتجع عندك. مش فاهم. يعني في حد سرب مكان الشحنة. And now they are making plans انهم يهدوا الماس من منتجع. طب ما يمكن في حد متتبع الحمول. حتى لو ده حصل. Why don't think so يعني. فمين اللي بيتواصل معهم من جوه المنتجع؟ أكيد مش حد من عندي. ولا من عندي. أنا سبب تأخيري لحد دلوقتي إني عايز أتأكد إن مفيش حد بيراقب الشحنة وعايز أأمن الشحنة كويس. أنت بتلمح ليه بالظبط؟ وبعدين أنا مش فاهم. أنا سايب لك المنتجع كله وأنت بعدى في المخزن ده عشان تريد منه العملية. هتفهم بعدين. مستر منير، أنت مش بس بتبوظ، أنت زي ما بتقول بتحط حياتنا كلنا على كف عفريت.